شهر رمضان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أتى رمضان فاقبل يا أخيا أقبل إلى الرحمن واتبع النبي فهذا شهر صوم فاغتنمه وحث السير للجنات سعيا فكم من صائم قد غاب عنا كم من إنسان صام معانا رمضان الماضي الآن هو تحت القبور يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يسبح تسبيحا والله يا أخواني لي قريب مات في هذا الشهر فكم من صائم قد غاب عنا فهل من عبرة إن كنت حيا تزود بالفضائل واغتنمها تزود بالفضائل واغتنمها كفى ذنبا وإسرافا وغيا كفى ذنبا وإسرافا وغيا وقل يا قولها بينك وبين نفسك وقل يا ربي ها قد جئت فاغفر ذنوبا كنت آتيها مليا ذنوبا كنت آتيها مليا وأحسن منها كلام الله شهر رمضان شهر رمضان رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً